السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بكم طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي لغات في قناتكم لتسيلر. عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة معدنا مع مادة الاي سي تي، وصلنا فيها لليسون نمبر 5 في اكسس نمبر 1 او ثيم نمبر 1. الليسون ده حلو جدا، تعالوا بقى نبدا الليسون. الليسون اسمه ديجيتال ريسيرش سكيلز، او مهارات استخدامك للبحث. ازاي تعرف تعمل سيرش او تبحث على الانترنت؟ اول حاجه من كتاب المعاصر زي ما احنا متعودين بنشرح، بيتكلم على اليوسفول ديجيتال ايديتنج تولز، او ادوات او اختصارات عندك على الكيبورد او في الماوس تقدر تستخدمها علشان تقدر تنقل، تعمل كوبي، تعمل بيست، تعمل كت. ازاي بقى تعمل كوبي وتعمل بيست وتعمل كت؟ تعال بقى انا اوريك بقى في الوورد ده، الوورد بروجرام. لو انا جيت هنا كتبت مثلا let's share، تمام، نكتب كمان جنبيها ICT grade 6، نكبرها، نعمل لها select الاول ونيجي نكبرها، نعمل لها magnify علشان انتوا ايه تشوفوا كويس. طب يعني ايه paste ويعني ايه copy ويعني ايه cut؟ copy يعني ان انا بعمل منها نسخة تانية، فباجي كده ماشي، انا عملت لها select، باجي على الكيبورد وبختار كنترول وسي، الكيبورد بدوس كنترول وسي، تمام، انا كده عملت لها ايه كوبي. طب تعال نعمل لها بيست، بعمل لها بيست فين؟ في مكان تاني اهو تحتيها، فبدوس كنترول وفي، تمام. لما عملنا بقى كنترول وفي على من على الكيبورد، جات عندي ايه كوبي تانية، كوبي تانية او ايه نسخة تانية. طب لو انا عايزة اقصها بقى، اعمل لها قط خالص، فبعمل ايه؟ بعمل كوبي واكس، بس الاول اعمل لها سيلكت، سيلكت ان انا اختارها كده، واجي اعمل على الكيبورد كنترول واكس، تتعمل ايه؟ تتعمل كات او تحفظ عندي في الميموري بتاعت مين؟ الجهاز. يبقى عندي بقى الكوبي والبيست والكات، هم عباره عن سم اوف موست كومنلي يوزد وورد بروسيسنج، يعني بنستخدمهم في برنامج او كوماندز، هم عبارة عن اوامر موجودة جوه ايه الوورد بروجرامز، تمام. and are very useful when copying، لما بعمل نسخ او بعمل pasting يعني الصق جملة مكان جملة او صورة مكان صورة كمان، or cutting text، او كأني مثلا باخد التكست ده من مكان زي من مكانه لمكان تاني زي ما انتوا ايه شفتوا على برنامج ايه الوورد. دي اول حاجة عندنا في الليسن. بعد كده بنتكلم عن الديجيتال سيرش تولز، ازاي بقدر اعمل سيرش عن طريق اكتر من تولز او اكتر من اداة. تعال نتعلم ازاي نعمل انترنت سيرش او البحث عن طريق الانترنت، سبيشاليزد سيرش انجنز، ازاي نستخدم محركات البحث زي جوجل، ازاي اعمل فريفايد الاونلاين لايبراري او المكتبات الالكترونية الموثوقة زي مثلا الايكيبي. بيقول لي they all searches for information but the result will be different، يعني انت ممكن تستخدم الـ 3 tools دول لعملية السيرش او عملية البحث عن المعلومة ان انت محتاجها، بس كل واحدة فيهم هتطلع لك نتيجة تكون مختلفة. knowing the result that you need helps to inform the search tools you could use، لو انت محتاج او عن طريق معرفة النتيجة اللي انت عايزها من معرفة الطريقة، معرفة النتائج بتحدد لك عندك الطريقة اللي تستخدمها، هل اروح استخدم السيرش انجنز ولا استخدم الداتابيز ولا استعمل اللايبراري سيرش. طب تعال ناخد كل واحد فيهم على فئته. مثلا السيرش انجنز، ايه هو السيرش انجنز او محركات البحث؟ محركات البحث دي اغلب المحركات البحث المشهورة اللي احنا بنستعملها زي جوجل كروم، زي اوبرا، انترنت اكسبلورر والفوكس، تمام، وكمان اضاف لهم مؤخرا المايكروسوفت ايدج. تعال بقى نشوف ايه هي السيرش انجنز. زي هيلب بيبل تو سيرش انترنت، بتساعد الناس انها تستعمل او تعمل بحث على الانترنت ويب سايت.
بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على الكيوردز، الكلمات اللي انت بتكتبها and phrases والعبارات الرئيسية. They are user friendly، يعني هي مشهورة جدا وكويسة في عملية البحث، وبتكون very fast، سريعة، and often result in many results، وبتديك نتائج كتير. تعال نجرب واحدة منهم. انا هنا مثلا عندي مايكروسوفت، ده مايكروسوفت ايدج بقى. تعال نعمل بحث مثلا عن الاي سي تي. لما بتعمل بحث عن الاي سي تي جريد 6 بيطلع لك اكتر من ايه؟ اكتر من ريزلت، بس للاسف النت عندي هنا مفصول، انت ممكن تجربها عندك. يبقى السيرش بقى بتاعك بيعتمد على بقى ايه؟ النتيجه او النتائج اللي انت بتوصلها. طبعا فاست لانه بيجيب لك نتيجه او بيجيب لك ريزلتس، نتائج كتير جدا، وفي نفس الوقت اللي انت بتعمل ايه؟ اول ما بتضغط كليك بتطلع لك النتائج بتاعتك. نرجع بقى للشرح بتاعنا. Note: Use your evaluation skills to ensure the content you select is credible and accurate. إن إحنا أخذنا في grade 5 وفي السيشنات اللي فاتت الـ evaluation skills، أو إزاي مثلاً أحدد هل الـ content أو المحتوى اللي طالع لي ده credible، موثوق فيه، accurate ولا لأ. وكنا دايما بنتكلم على اليو ار ال او السيرش بتاعي، الويب سايت بتاعي هل بيبدا ب HTTPS ولا لا، هل .com .edu ولا لا، عشان اتاكد هل اكيوريت ولا لا او كريدبل لو انتم فاكرين من جريد 5. النوع الثاني للبحث او السيرش الداتابيز. الداتابيز بقى، الداتابيز دي عباره عن مجموعه من البيانات موجوده في مكان ايه؟ واحد. قال لي they are collections، هي مجموعة من الانفورميشن، which are typically stored in a computer system and can be accessed for free through your school. يعني لو انت عندك في المدرسة database، مثلا database دي معمولة على عدد ال students اللي موجودة في المدرسة، اساميهم، النيمز بتاعهم، النمبر فون بتاعهم، مكان سكنهم، اسم الاب، اسم الام، كيفيه التواصل، ده كله بيبقى اسمه ايه؟ داتابيز. يبقى الداتابيز دي عباره عن مجموعه، كوليكشن من المجموعات، مخزنه في الكمبيوتر سيستم، ممكن توصل لها من خلال فور فري، مجانا، لو هي موجوده عندك في ايه؟ في مدرستك. يو كان اولسو سيرش فور انفورميشن فروم ماجازين، انت كمان ممكن تلاقي معلومات موجوده في مواقع المجلات and the newspapers والصحف من خلال الداتابيز اللي بتبقى بتعملها كل مجلة او كل ايه؟ صحيفة. وده ممكن من خلال الكمبيوتر بتاع السكول لايبراري، او على جهاز الكمبيوتر بتاع مكتبة المدرسة بتاعتك. في مدارس بيبقى عندها داتابيز مخصصة ان هي بتعمل داتابيز لكل المجلات والصحف العلمية. الداتابيز دي is a good place to search، في هي مكان كويس جدا للبحث عن البيانات او المعلومات، لانها بتحتوي على كميه معلومات ايه؟ كبيره ومتنوعه. اكزامبل على الجنرال داتابيز الاي كي بي. طبعا الاي كي بي مشهور او كلنا اخذناه من جريد 4، الايجيبشن نولج بانك او بنك المعرفه المصري، عليه كميه معلومات او قاعده بيانات عامه كبيره جدا، وهو فور فري لاي مصري بيعمل ريجستر عليه. The EKB cover many subjects، عليه موضوعات كتير. The result will be credible and accurate، طبعا المعلومات اللي عليه دقيقة جدا وموثوقة، تقدر ايه؟ تستعملها. طب يبقى احنا اخدنا كده اول نوع الـ search engines، اخدنا الـ database. تالت نوع من انواع الـ tools بتاعت الـ search الـ library catalog او فهارس المكتبات، زي مكاتب كبيرة زي مكتبة الاسكندرية، ده ممكن تستعمل الفهرس او فهرس المكتبات بتاعتها، هتلاقي كمية معلومات وداتا كتيرة جدا. A library catalog is a database which includes all the items owned by a library، هو عليه كل الداتا او الايتمز، المجلات بقى والكتب والفهارس وكل حاجة موجودة جوه مين؟ جوه المكتبة. A library catalog search may include recently published books، ممكن يضم فهارس او كتب منشوره حديثا، او including ebook او الالكترونكس بوكس،
with the most recent research about subjects such as the catalog of a library of Alexandria. يعني بيقول لي مثلا فهرس مكتبة الإسكندرية موجود في الكتب الحديثة وكمان الكتب الإلكترونية. You can use the Alexandria Library website on the internet through that link من خلال اللينك بتاع مكتبة الإسكندرية اهو تكتبه عندك على البراوزر اللي هو search engines اللي هو https://www.bipalex.org تكتبه بقى ومن خلاله تقدر تدخل على اي ايتمز او اي كتاب تبحث عنه بقى فين في مكتبة الإسكندرية. Conducting a database search ازاي بقى ابحث في قاعدة البيانات؟ قال لي when you search any database use a keyword search استخدم بقى الكلمات المفتاحية. ما تكونش بتبحث عن كتاب عن الانيمالز وما تستعملش كلمة الانيمالز في البحث بتاعك. Review the result for subjects headings and redo the search with this term. يبقى بيقول لك يعني اعمل اعادة للعناوين اللي انت ايه مستخدمها. You can use other database field to narrow search such as لو انت بتستعمل بتبحث عن اسم كتاب معين ممكن علشان ما يجيبلكش نتائج كتير ممكن تستعمل فيلد تانية زي مثلا تكتب اسم الكتاب وتكتب عنوان المجلة اللي اتنشر فيه الكتاب ده او اتنشر فيه البحث. كمان ممكن تستعين بالاوثر او اسم الكاتب تكتب اسم المقالة او الارتكلز اللي انت بتبحث عنها وتكتب هي اتنشرت في انهي مجلة واتنشر ومين اللي نشرها. كده انت بتدي او بتخلي الريزلت او النتائج اللي تطلع لك في محرك البحث بتاع الداتابيز تبقى ايه قليلة. Limiting a search range by specifying data dates انت ممكن كمان تحدد الوقت اللي اتنشرت فيه الرسالة دي او تستخدم up to date يعني بتقول له طلع لي النتائج الحديثة فقط. تمام كده يكون خلص عندنا الليسن. تعالوا بقى نشوف البوب كويز. نمبر 1 It helps people to search internet websites based on the keywords. طبعا ده search engines. Number 2 collections of information. طبعا دي عبارة عن database. Number 3 example general database. طبعا الإيكي بي. يلا بينا نحل أسئلة المعاصر. Number 1 the EKB results are credible and بتبقى credible and accurate يعني موثوقة وكمان ايه دقيقة. Number 2 NOT is a database which include all the items owned by library. طبعا ده عبارة عن الـ a library digital catalog. A library catalog. Number 3 NOT is an example of public database that cover various topics. مثلا مثال لبابليك داتابيس يبقى هو عبارة عن الإيجيبشن نولج بانك أو الإيكي بي. نمبر 4 help people to search internet website based on the keywords بتعتمد على الكيوردز طبعا السيرش انجنز. True or false إيكي بي is an example of unreliable فطبعا it's wrong هو عبارة عن reliable website يعني حاجة موثوقة أو المعلومات اللي موجودة عليها معلومات صحيحة. Copy, paste and cut from digital editing tools. طبعا it's right. Number 3 when searching in any database it's preferable من المستحب to use keywords انك انت تستعمل كلمات مفتاحية. طبعا it's right. أسئلة المعاصر. نقط are some of the most used word processing command يعني أوامر للword الكوبي والكت والبيست طبعا all of them. Number 2 a library catalog is a note which includes all items owned طبعا library catalog عبارة عن database. Number 3 note are a collections مجموعة من information stored in a computer system can be accessed for free طبعا هي database. Number 4 You can search for information from magazine and newspapers through زي من خلال ايه؟ من خلال الداتابيز اللي موجودة عندي في المدرسة. Number 5 To get useful search result and to narrow وتضيق بقى البحث عندك او النتائج اللي تطلع لك في البحث انت ممكن You can search by author name search title of the journal search
by specifying data dates طبعا كلهم هيساعدوني ان النتائج بتاعتي تبقى ايه، تبقى قليله. زي مثلا لما تكتب ICT grade 6 2025 هيطلع لك بس الحاجات اللي ظهرت عندنا ايه السنه دي، انت استخدمت كده الديتس. لما تكتب ICT grade 6 2025 مس خلود مثلا او ليتس لير، انت كده استخدمت الاوثر، فكده برضو هيضيق لك او يجيب لك النتائج بس اللي احنا القناه بتاعتنا ايه عملتها. True or false knowing the result that you need isn't important، مش مهمة for information طبعا it's wrong. Number two, there is only one way to get useful search results، عندي طريقة واحدة علشان اوصل لسيرش ريزلت، لا طبعا انا عندي اكتر من طريقة many way. Number three, search engines is a good place to search for information from magazine، لا طبعا الداتابيس هي اللي مسؤولة عن المجازين. Number four, search engines are difficult to use. لا طبعا برضو, they're friendly. Number five, when doing the research via internet, use your evaluation skills to ensure the content you select is credible and accurate. طبعا لازم اشوف الموقع اللي انا هدخل عليه ده credible و accurate ولا لا. بكده grade 6 نكون خلصنا مع بعض lesson number 5 من concept number 1. اسيبكم في رعاية الله. مع السلامة. باي باي.